نعم، حقيقة يعني أنت تعرف أن ما تم اتخاذه مؤخرا يعني هي قد تكون قرارات يعني طارئة اتخذت بشأن معالجة الوضع الاقتصادي، وبالتأكيد يعني المتتبع للمشكلة الاقتصادية الليبية هي ناتجة عن خلل في الاقتصاد الليبي، في هيكل الاقتصاد الليبي. الاقتصاد الليبي هو اقتصاد ريعي أحادي المصدر، وبالتالي يعني هذا النوع من الاقتصاديات يتأثر بالأزمات بالدرجة الأولى. يعني اقتصاد ليبيا اقتصاد يعتمد على مصدر وحيد وهو النفط، وبالتالي أي خلل في كمية المنتجة من النفط أو انخفاض في أسعار هذه السلعة سيكون له الأثر السلبي على حالة الاقتصاد. أيضا المشكلة السياسية ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي وانقسام المؤسسات بالدرجة الأولى، وخاصة مصرف ليبيا المركزي بالتأكيد كان له الأثر السلبي. سعر الصرف يعني الحقيقة حدثت فجوة كبيرة في سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف السوق الموازي، وبالتأكيد يعني كان لابد من إعادة النظر حتى يمكن الوصول إلى سعر توازني، سعر عادل يمكن من خلاله معالجة على الأقل بعض المختنقات الاقتصادية، وهذا طبعا لم يتأتى نظرا لانقسام مصرف ليبيا المركزي. بالتأكيد كان من الممكن أن يتم الإصلاح من خلال قرار يتخذه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وذلك بإعادة تقييم سعر الصرف على صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، بحيث نستطيع أن نعالج العديد من الاختلالات سواء كان على مستوى الاقتصاد الكلي أو على مستوى على الأقل معيشة المواطن.